بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتابع السلسله اللي الكنيسه حطاها في خلال الفتره بتاعه الصوم وهي الثعالب الصغيره. والنهارده عايزين نتكلم عن ثعلب مهم جدا جدا في الحياه الروحيه. يمكن الثعلب ده او الخطيه دي او الشر ده الهدف الاساسي اللي الشيطان بيدور عليه. هو بيدور عشان يوصلنا الى فقدان الرجاء في كل حروبه. يحارب الانسان علشان يفقد رجائه، معنوياته تقع فيبتدي مش قادر يقوم ويجاهد او يعمل اي حاجه في حياته الروحيه. عشان كده لازم نبقى عارفين ايه هو الرجاء عشان ما نفقدوش، يبقى عندنا كأنه جوهرة ثمينة غالية نحافظ عليها ما تضيعش مننا. ايه هو الرجاء؟ الرجاء هو الثقة في عمل ربنا، انه ربنا بيعمل، وان يكون كل واحد عنده ارادة وعزيمة في جهاده وفي علاقته مع ربنا بدون قلق، بدون خوف، بدون اضطراب، بدون شك، بدون تذمر. كل دي حاجات الواحد لو حافظ ان هو يبقى بعيد عنها هيحافظ على هذا الرجاء. مهما كانت الظروف او المشاكل لازم الواحد يبقى عنده هذا الثبات وهذه القوة في العمل مع ربنا. لان عدم الرجاء، لو الواحد فقد رجائه، ده هيؤدي الى خوف والى اضطراب والى قلق، ويحس الإنسان أنه مشلول الحركة، مش قادر يعمل حاجة لأنه فقد رجائه في اللي جاي. وتبقى الواحد حالته كأنها حالة استسلام، استسلام للشر، استسلام للخطية، واستسلام عام في حياته، مش قادر يقوم يعمل أي حاجة. وكل ده الهدف اللي الشيطان بيدور عليه عشان نقع في القبضة بتاعته وما نعرفش نخرج منها، ونفضل دايما تحت السيطرة بتاعته بمعنويات منخفضة جدا وبروح فقد الرجاء وبعيدة عن ربنا. طب الشيطان بيعمل ايه علشان يوصلنا لهذه الحالة ان احنا نفقد رجاء؟ بيعمل ايه الشيطان؟ نمرة واحد، يشككني، زي ما عمل بالظبط مع حواء لما دخل وسألها السؤال بتاع أحقا قال لكم الله لا تأكل من شجر الجنة؟ فقالت له لا، ناكل من شجر الجنة إلا شجرة معرفة الخير والشر، عشان لو كنا منها موتا نموت. أم قال لهم لن تموت. بيشكك، يشككني في كلام ربنا، يشككني في وصايا ربنا وفي أهميتها. دي أول حاجة. حاجة تانية، يسهل الخطية، يخلي الخطية سهلة خالص، بل بالعكس يجعلها متاحة 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 لأي حد عايز يعملها. فيسهل الخطية بوعود كاذبة، بوعود كاذبة. لإيه؟ لأنه الشيطان قال لهم لن تموت، بل بالعكس أنت يوم ما تاكلوا من هذه الشجرة تصيران مثل الله. هو في حد ينفع يبقى مثل الله؟ هي دي الشهوة اللي هو كان عايزها، فوعوده كاذبة، فبيسهل الخطية. طب وبعد ما وقعهم راح فين الشيطان؟ عمل أي حاجة بعد ما سابهم كده هو تخايفين وقلقانين قدام ربنا دافع عنهم؟ عمل أي حاجة؟ ما يقدرش، فوقعهم في الفخ. سهل الخطية على الآخر لحواء، وبعدين وقعت زي ما بيعمل كده معانا كلنا. يقول لي كده ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ دي خطية المرة واحدة. يبقى يا سيدي اعمل الخطية ديت وروح اعترف، مش في اعتراف في الكنيسة؟ وبعد ما اقع في الخطية ديت يعمل الحاجة بقى اللي بعدها، يكبر الخطية جدا. بقى في واحد زيك يقع كده؟ بقى واحد متعمد وبيتناول وشماس في الكنيسة وبيخدم يعمل زي ما انت عملت كده؟ ايه المنظر اللي انت فيه ده؟ ايه العار اللي انت واقع فيه ده؟
ويبتدي يكبر الموضوع، وكأن الخطية ديت ملهاش مغفرة ولا ليها توبة أو رجوع، فبيسهل الخطية. حاجة كمان بيعملها الشيطان إنه يعمم الخطية، يعني مش بس يسهلها، لا يعممها. يعني إيه؟ يقول كل الناس بتعمل كده. هو مين دلوقتي ممكن ما يكونش في شغله يبقى مش أمين؟ هو مين دلوقتي ما بيفتحش النت ممكن ويبص عليها؟ هو مين ما بيعملش ومين ما بيعملش ومين ما بيعملش؟ ما هو كل الناس عاملة كده، وإيه المانع إن احنا كمان نعملها؟ فيعمم الخطية ويخلي الخطية كأنها كل الناس بتعملها. واحد من الآباء القديسين اللي هو إيليا وقع في هذا الفخ، راح قال له ربنا يا رب قتلوا أنبيائك وراحوا يعبدوا البعل وبقيت أنا وحدي. فافتكر إيليا كده وقع في الفخ بتاع الشيطان ده، لكن ربنا قال له إيه؟ أبقيت 7,000 ركبة لم تنحني لبعل. ده ربنا بقى وشغل ربنا، وهنيجي ليه بعد كده. لكن يعمم الخطية علشان يحسسني وإيه المانع؟ هو أنا هبقى الوحيد يعني اللي متمسك؟ أنا الوحيد اللي هبقى قاعد في القعدة وما اتكلمش وأبقى بشارك في النميمة؟ أنا الوحيد اللي هبقى قاعد في القعدة وما أخدش أشرب أي حاجة؟ مش معقولة يعني. فلما يعمم الموضوع أحس إن أنا بتزق على الخطية، فأقع فيها ولاقي نفسي في الآخر وقعت في يأس. حاجة كمان بيعملها الشيطان لما أنا أبتدي بقى أفوق وعايز أتغير، يعمل إيه بقى؟ يصعب الجهاد، يقول لي بقى معقولة أنت هترجع تبقى زي الأنبا موسى الأسود؟ ده أنت شفت الجهاد بتاعه عامل إزاي؟ هو معقولة أنت هتبقى بتصلي زي الأنبا بشوي؟ أنت معقولة هتوصل للأنبا أنطونيوس في علاقته مع ربنا ومحبته لربنا؟ إيه يا عم في إيه؟ أنت معقولة هتقرأ في الأجبية دي كلها؟ كل ده كتاب؟ كل دي صلوات؟ كل دي مزامير؟ كل ده كتاب المقدس؟ هتقرأ ده كله إمتى؟ ويبتدي صعب للجهاد كأن الجهاد شيء مستحيل، لكن في الحقيقة لا، عكس كده طبعا. لكن عشان بيصعب الجهاد ليه؟ علشان يوقعني في اليأس. ممكن يوقعنا تاني برضو في اليأس عن طريق المقارنات. مقارنات، أقارن نفسي بغيري ألاقي نفسي أقل، يجي لي يأس ويجي لي إحباط. وكمان خصوصا كمان لما يوقعني في المقارنات في الحتة المادية، فيحسسني إن أنا ناقصني كتير كتير كتير، وأحس إن أنا بعيد خالص، ويبتدي يغريني بطموحات مادية عالية علشان لو ما تحققتش ومعرفتش أوصل لها يوم عامل إيه؟ يصيبني باليأس. ما أنت هتفضل كده، أنت هتتغير وادي حالك أهو زي من السنة دي للسنة اللي فاتت للسنة اللي جاية زي ما أنت، ما تغيرتش ما تحسنتش. ويبتدي يصيبني باليأس. أصبنا باليأس ولا لسه؟ الموضوع صعب أنا عارف، لكن ممكن يعمل كمان إيه؟ يكبر كمان لو حد وقع سقط فشل في أي موضوع بيشتغل فيه أو بيعمله، يكبر هذا الفشل ويحسس الإنسان إنه مفيش تغيير مفيش رجوع. ده اللي الشيطان بيعمله، وهدفه إنه يوصلنا إلى اليأس. لكن قصاد اللي الشيطان بيعمله ربنا بيشتغل وبيعمل من أجل إن احنا لا نفقد رجائنا ولا نقع في الفخ بتاع اليأس اللي ممكن ولاد ربنا ساعات يقعوا فيه. طيب، إن كان الشيطان بيشتغل بالشكل ده كله وبالجبروت ده، في قصاده ربنا بقوته وبجبروته يقدر يهزم كل الأفكار اللي الشيطان بيعملها لنا دي. ربنا عمل إيه علشان يخلينا لا نفقد هذا الرجاء؟ عمل كتير جدا. نمرة 1، وعوده في الكتاب المقدس. لما آدم وحواء وقعوا وأصابهم اليأس وأصابهم الإحباط نتيجة اللي عملوه ده كله، ربنا ما سابهمش ووعدهم بوعد،
قال لهم كده: نسل المرأة يسحق رأس الحية، والكتاب المقدس كله مليان هذه الوعود. لما ربنا يقول كده هوت: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، يقول لنا كمان في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ووعود كتير جدا ربنا بيقولها لأولاده في الكتاب المقدس علشان يقاوم بيها هذا الفكر. ربنا كمان بيدينا طول أناة غير عادي، بيطول باله علينا بطريقة غير عادية. علشان إيه؟ علشان هو عنده رجاء. ربنا لا ييأس أبدا في الإنسان، عنده رجاء في كل واحد فينا طويل الأناة، يعطينا كل يوم فرصة جديدة علشان نقرب منه ونقدم توبة ونرجع في حياتنا الروحية تبقى حياة روحية قوية. ده اللي بيعمله ربنا، مطول باله خالص. تعالوا نشوف طول باله على واحد زي بولس الرسول ازاي. بعد ما كان بولس الرسول ده ما كان شاول ترسوسي، بيقف ويشوف الناس بتترجم وهو مبسوط، يشوف المسيحيين ويجرجرهم على السجون، وهو بنفسه قال: كنت أفسد وأهدم كنيسة الله. هذا الإنسان ربنا يطول باله قوي قوي، لحد لما ربنا جاله بنور وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فربنا بعد كده قال لي: شاول هتخش دمشق وهناك هيقولوا لك هتعمل ايه. راح شاول لدمشق، أم راح ربنا يكلم حنانيا الأسقف بتاع دمشق في الوقت ده، وقال له: يا حنانيا أنا عايزك تروح لواحد اسمه شاول قاعد في شارع اسمه المستقيم، هناك تخش له وتروح علشان ترجعه. قال له: شاول هو مش ده اللي بيهدم كنيستك يا رب؟ أروح أتكلم معاه إزاي؟ قال له: لا، هذا لي إناء مختار، هذا لي إناء مختار. ربنا شايف قلب شاول ده وعارف إنه شاول ده هينفع جدا جدا في الخدمة. هذا لي إناء مختار طويل البال، طول باله عليه في كل اللي عمله في كنيسته اللي كان موجه ليه. حاجة كمان، ربنا ما بيسيبش ولاده. لما يلاقي حد حس إنه ضعيف، حس إنه صغير النفس، ربنا يقوم يشجعه. يعني نمر واحد وعود، نمر اتنين بيطول باله، نمر تلاتة يشجع أولاده. زي موسى، موسى يحس إن هو ضعيف جدا، هو ربنا بيقول له: تعال عشان أخليك تخدم. يقول له: رب أنا لست أعرف أن أتكلم لا من أمس ولا من قبل أمس. قال له: لا تخف، أنا هكون معاك وأكون مع فمك وأعلمك إيه اللي أنت تقوله. يجي واحد مثلا زي يشوع، يشوع بعد ما موسى سابه يلاقي الشعب الصعب جدا غليظ الرقبة ده بقى هو المسؤول عنه، هيقود الشعب ده ازاي؟ لكن ربنا في سفر يشوع صح واحد يقول له كده ايه: تشدد وتشجع. ولما يلاقيه كده هو لسه قلقان يقول له كده: أما قلت لك تشدد وتشجع، لا يقف أحد في وجهك على الدوام. ربنا بيشجع أولاده، بيشجع بطرق كتير. يشجع واحد زي جدعون لما يبقى شعب إسرائيل محتلين من المديانين وهم في ذل شديد جدا، يجي له الملاك ويقول له كده: الرب معك يا جبار البأس. فجدعون يقول له: جبار بأس ايه؟ فين البأس ده وفين الجبروت اللي احنا فيه ده؟ ده احنا حالتنا صعبة جدا، شوف الشعب عامل ازاي، شوف شعب إسرائيل حالته عاملة ازاي، مذلولين كلهم. فربنا يقول له عن طريق الملاك، يقول له ايه؟ بقوتك هذه، مش انت شايف ان قوتك قليلة؟ يقول له: بقوتك هذه هتنتصر على المديانيين. ربنا بيشجع، بيشجع ولاده ويقف في ظهرهم ما يسيبهمش ابدا. حاجة كمان ربنا بيعملها، النعمة اللي بتديني بقى الإرادة، نعمته، النعمة بتاعته تسندني تقويني. عشان كده بولس الرسول قال ايه؟ لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. الله
هو العامل فيكم. يعني أنا لو ما عنديش إرادة أقول له أنا عايز إرادة، اديني إرادة لأن أنا إرادتي خلاص ضعيفة ومش قادر ومش عارف أبتدي منين ولا عارف أعمل إيه، علشان بقعش في هذا اليأس ألاقي نعمة ربنا بتسندني. طب ونعمة ربنا دي أخدها إزاي؟ أجيبها منين؟ من وسائط النعمة. عندنا أسرار موجودة في الكنيسة، الأسرار دي زي التوبة والاعتراف، تمسح كل اللي فات وتبتدي صفحة جديدة مع ربنا. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة اللي ربنا بيعملها مع ولاده ده علشان يشيل منهم فكر اليأس؟ يقول لهم كده هو إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وربنا يشجعنا كده ويقول أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أعود أذكرها. ينسى هذه الخطايا، ينسى هذه الخطايا. فإذن ربنا بوسائط النعمة زي التوبة والاعتراف، زي التناول من جسده ودمه، آخد قوة فوق القوة بتاعتي. أنا قوتي على قدها خالص، ضعيف، لكن يقوم مديني بقى يتحد بي بالتناول بجسده ودمه، ألاقي نفسي في قوة زي ما قال بولس الرسول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هو بقى اللي ينتصر، هو اللي يبقى قوي، هو اللي يقاوم، هو اللي يساعدني ويديني هذه القوة. ده عمل ربنا. طيب احنا بقى عايزين ناخد نقط عملية علشان احنا ما نقعش احنا في اليأس، ويجي هنا بقى الدور بتاع كل واحد فينا علشان ما يتملكش عليه هذا الثعلب ويفقده الرجاء. نمرة واحد، أحط الموضوع ده في إيد ربنا. أي موضوع مسبب لي يأس أحطه في إيد ربنا. جه واحد من الناس الحلوين جدا في العهد القديم اسمه عزرا الكاهن، رجع من السبي ورجع معاه جزء من الشعب. لما رجع لقى الوضع الروحي صعب جدا، لقى الناس بعيدة عن ربنا، بتعبد ممكن أوثان، مرتبطين بأجنبيات وجابوا منهم أولاد، ودي كانت حاجة ربنا قال عليها لأ لأ لأ، لدرجة إن لما سليمان تهاون وتزوج من أجنبيات حصل إيه؟ أملنا قلبه وقدم بخور للأوثان. سليمان ابن داود أهو عزرة لقي الشعب حالته كده، وبعدين لقى الوضع كده، قال أعمل إيه؟ أقول للناس تطرد اللي تزوجوا منهم من الأمم؟ إزاي هعمل كده؟ دول جابوا منهم كمان عيال أطفال، إزاي هقول لهم سيبوا اللي أنتوا جبتوه ده كله؟ فوقف قدام ربنا وقال له يا رب أنا خجلان وخزيان من الوضع اللي إحنا فيه دوت يا رب، لأن إحنا أهملنا وصاياك وبعدنا عنك. وفضل يصلي في سفر عزرا إصحاح 9 وقال له يا رب حتى اعمل اتصرف، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا قدامي موضوع كبير جدا مش قادر أتصرف فيه. قام يجيله بقى الرد في إصحاح 10، ويجيله واحد بعد ما يخلص هو الصلاة وصايم وما كلش أي حاجة، يجيله واحد بقى من الشعب قال له يقول له ما أنت مالك قاعد كده ليه؟ أنت خايف من إيه؟ أطلب من الشعب إن هم يعملوا اللي أنت عايزه، أطلب منهم إن هم ينفذوا وصية ربنا ما تخافش. وقال له كده آية جميلة جدا لازم كلنا نحفظها، قال له كده يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، في هذا الموضوع يوجد رجاء، يوجد رجاء، تقدر بنعمة ربنا. إذا حط الموضوع في إيد ربنا، وفعلا عزرا عمل كده، صلى وحط الموضوع في إيد ربنا، لقى الاستجابة عجيبة من الشعب، لقى واحد من الشعب هو اللي بيزقه وبيقول له اطلب منهم ما تخافش. إذن ربنا بيدينا هذه، ان احنا لما نحط الموضوع في ايديه، احط الموضوع دوت في ايد ربنا واحط ثقتي في ربنا، ما احطش ثقتي في نفسي ولا احط ثقتي في انسان او رجائي في انسان، لانه الانسان بيتغير والانسان ما ضعيف ممكن يحصل منه اي حاجة، لكن ربنا لا يتغير. يبقى نمر واحد أحط الموضوع في إيد ربنا، ولما أحطه في إيد ربنا
ربنا قادر على كل شيء وعنده حلول لأي مشكلة. ربنا عنده ليها حلول كتير مش حل واحد بس. يبقى نمرة واحد، نحط الموضوع في إيد ربنا. هتقولوا معايا؟ ها؟ نمرة واحد، أو حط الموضوع في إيد ربنا. نمرة اتنين، لازم يكون عندي قصاد الأفكار السلبية اللي الشيطان قاعد يقول لي عليها ديت، لازم أكون بجاهز بأفكار إيجابية عشان أرد عليه بيها. قدام كل فكرة سلبية ألاقي منها آية من الكتاب المقدس. يعني مثلا لما مثلا يحط قدامي إن أنت بتقع كتير قوي في الخطية، ومش يعني كفاية بقى وقوع كده هو بالشكل دوت، ويجيب لي يأس. ويوم الكتاب المقدس ربنا يقول لي إيه؟ الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. طب وهيغفر ربنا لي قد إيه؟ 7 مرات، 70 مرة ربنا هيغفر لي. لازم يبقى عندي هذه الأفكار. لما يقول لي أنت تقدر من أنت جاهد وتوصل لحياة الطهارة، أقول له أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يقول لك ازاي تبطل العاده اللي انت بقالك سنين بتقع فيها ديت، هتبطلها ازاي؟ يقول له كده، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وكل شيء مستطاع للمؤمن. افكار بايات من الكتاب المقدس. الافكار الايجابيه ديت ترد على الافكار السلبيه اللي هو بيحطها عليا. يحاول يضغط عليا ويقول لي كده، كل الناس حواليك بتغلط، انت كمان يلا. ارد عليه واقول له كده، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وافتكر القديس اثناسيوس اللي لما قالوا له العالم كله ضدك، قال لهم وانا ضد العالم. اذن لازم تكون عندي هذه الافكار الايجابيه. يبقى نمره واحد، احط الموضوع في ايد ربنا. نمره اتنين، افكار ايجابيه. نمره ثلاثة، كشف الفكر. أكشف هذا الفكر لو جالي يأس بأي صورة من الصور، بأي فكرة من الأفكار اللي الشيطان يبعتها، لابد أن أنا أفضحها وأكشفها، لأن أنا لما بكشفها بفضح الشيطان وبفضح الفكر بتاعه. أكشف الفكر ده فين؟ أكشف الفكر ده عند أب اعترافي، لأن أب اعترافي هيوريني في كل الظروف دي أو في كل الوقوع أو السقوط اللي أنا بقع فيه دوت، هيوريني النقطة بيضة، ومن النقطة البيضة ديت هبتدي أتحرك وابتدي أتشجع وأسمع هذه الأفكار الإيجابية، أسمعها على لسان أب اعترافي وربنا يبعتها لي على لسانه. أسمع صوت ربنا ويوضح لي ويشجعني في حياتي الروحية. وطبعا القديس الأنبا موسى الأسود أكبر نموذج لهذا الموضوع، لما كان بيكشف للقديس إيسيزوروس الأفكار بتاعته. كشف الفكر يضعف الفكر، وبالتالي اخد تشجيع من ربنا. يبقى نمرة واحد، احط موضوع في ايد ربنا. نمرة اتنين، افكار ايجابية. نمرة ثلاثة، اكشف الفكر السلبي اللي ممكن الشيطان يبعته لي. نمرة اربعة، خطوات صغيرة في اي موضوع انا ممكن اتعرض ليه لليأس، احط فيه خطوات صغيرة، خطوات قليلة بالتدريج، حبة حبة هلاقي نفسي وصلت وحققت الحاجة كبيرة جدا اللي ممكن ما كنتش قادر أعملها. زي بالظبط كده القصة بتاعت الراهب اللي أبوه الروحي قال له تعالى، شايف الحقل ده؟ قال له أيوة، مليان شوك، عايزين ننظفه. فبص كده على الحقل ده ولقى كبير قوي، فجاله أبوه تاني يوم قال له، ها عملت ايه؟ قال له بصراحة ما عملتش حاجة. قال له ليه؟ قال له لان لقيت الحقل قدامي كبير جدا، قلت هعمل ده كله امتى؟ هخلص ده كله امتى؟ قال له لا، انت تعمل حاجة كده حلوة. قال له ايه؟ قال له في كل يوم تنظف مكان المرقد اللي ترقد فيه، المكان اللي هترقد فيه تعمل لنفسك مكان كل يوم تنظف، مثلا يعني 2 متر في متر، تنظف كل يوم بحاجة بالمساحة ده، بالمساحة دي، وتشتغل على كده. وفعلا اشتغل بفكرة بسيطة صغيرة، تتدرج مع الوقت ألاقي نفسي خلصت كل الحقل ونظفت كل الحقل
وبقت حياتي جميلة جدا، والفضيلة اللي كنت بجاهد فيها أو الخطية اللي كنت بجاهد ضدها ربنا اداني إن أنا أتقدم فيها خطوات، بس أشتغل بمبدأ قليلا قليلا، خطوات صغيرة أحطها في حياتي الروحية. نراجع تاني، أول حاجة موضوع في إيد ربنا، نمرة اتنين أفكار إيجابية، نمرة تلاتة ها كشف الفكر، نمرة أربعة قليلا قليلا أو خطوات صغيرة، نمرة خمسة وآخر نقطة أثبت الهدف قدامي. لازم الهدف يبقى ثابت وواضح قدامي، زي ما قلنا الأهداف صغيرة بس تبقى واضحة قدامي علشان أبقى عارف أنا عندي إيه. ممكن يكون الهدف ده إيه؟ ممكن يكون الهدف ده مثلا إن أنا أشتغل الشهر اللي جاي إن أنا أثبت صلاة النوم، أثبت صلاة النوم أشتغل عليه، يبقى ده التارجت بتاعي، عندي هدف وهو ده اللي بجاهد فيه وده اللي حطه قدام عيني علشان أحقق الهدف ده وأوصل إنه بعد الشهر ده خلصت ثبتت صلاة النوم، الشهر اللي بعده أشتغل على صلاة بكر، الشهر اللي بعده أشتغل على كتاب مقدس، كل شهر أشتغل على حاجة ألاقي نفسي بقيت بنمو في علاقتي مع ربنا، أحط الهدف واضح قدام عيني بالرغم من كل المضايقات ومن رغم ان الشيطان ممكن يعطل، لكن الهدف لو واضح قدامي عايز احققه ده هيخليني اوصل للهدف. طب اعمل ايه؟ زي بالظبط كانوا يحكوا كده عن المكتشف كريستوفر كولومبوس لما راح عشان يكتشف الامريكتين، فشافوا المذكرات بتاعته اللي بتحكي عن الفترة اللي كان رايح فيها يكتشف، هو عمل أربع رحلات يكتشف فيها، فبصوا كده على المذكرات بتاعته، لما بصوا على المذكرات لقوا كان المفروض يعني يتخيلوا إنه لقيوا إنه في يوم واجهتنا عواصف شديدة، إن في يوم حصل اعتراض من البحارة وحصلت مشاكل، لا ما كانش ده اللي بيتكلم عنه، كان بيتكلم عن إيه والكلمة اللي اتكررت في المذكرات بتاعته إيه؟ وكنا نواصل المسير، وكنا نواصل المسير ليه؟ هدف، هدف قدامي بالرغم من كل المضايقات أو المعطلات، أحط الهدف قدام عيني ألاقي بنعمة ربنا اللي بتسندني وبتقوي ولاده أوصل لهذا الهدف. إذن إحنا عندنا خمس نقط، ده الدور بتاعنا اللي إحنا هنعمله. نمر واحد الموضوع في إيد ربنا، نمرة اتنين أفكار إيجابية، نمرة تلاتة كشف الإيه؟ الفكر، نمرة أربعة خطوات صغيرة، نمرة خمسة الهدف يبقى واضح قدام عيني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.